حتى بآخر أيام رمضان ممكن تمشي بالشارع وتشوف سيارة مكتوب عليها أولاد بديعة وزحمة حواليها، كون المخرجة رشا شربتجي مستمرة بعمليات التصوير. وبوسطة زارتها بموقع الدباغات وسألناها عن تفاعل الناس معها بالشارع. تفاعلات هيك مهضومة كتير، وشي بيصفر مثل السكي، وشي بيقول وينها بديعة، وشي يقول بدنا سكر، وشي يقول وينهن ياسين وشاهين، وشي ما جننكن مختار يعني. وهداك اليوم كانوا كاتبين لي والله إذا بيان كان معلق أبو الهول سامر شاهين، إنه صاروا يربطوا إنه إذا بيصير له شيء ما رح نسامحك وكذا. الحمد لله محبة الناس ثروة، وهذا الشيء الوحيد يعني الحقيقي اللي أنا جنيته بحياتي. لما بمشي من الشارع والناس هيك بتقلي كلام حلو وبيحسسوني إنه بيعرفوني، يعني إنه أنا حدا مقرب منهم، هاي بقى في أجمل من هيك؟ هاي أكتر شيء نعمة أنا يعني الله بعت لي إياها عن جد. وبما أنه التصوير مستمر والتفاعل مع حكاية العمل كبير، فهل يا ترى عم يتعدل النص حسب رغبة الجمهور؟ ما بتزبط، لأنه نحن ما بنصور حلقة، نحن بنصور بنفوت بكل الحلقات سوا وبعدين بنبلش نجمعها، ونحن بنكون مصورين من 1 لـ30، فخلص نحن عم نكمل اللي بدأناه. يعني ما بيصير إنه تغيير ولا على الهواء بسبب إنه نحن عم نعرض ناس حبوا هاد أكتر أو حب. البعض اعتبر أنه العمل مليء بالسوداوية والأحداث الصادمة اللي منشوفها بكل حلقة. هلا أنا من أول يوم اشتغلت فيه حسيت أنه سياسة الصدمة مع المشاهد بتخليه يصفن ويفكر ويحلل، وحتى إذا رفض أو قبل أو صار هذا الجدل، هذا الشيء مؤثر. باخد من حالي، أنا لما بشوف فيلم أو بعد بحضر مسلسل، المشهد اللي بيبقى بالذاكرة بيوجعني أو بيبسطني بيبقى بالذاكرة، بس لما بشوف مسلسل كله هيك بادز يعني رتم واحد، خلص بيفوت وبيطلع بيروح، ما بيأثر فيني. فيعني هاي هي اللعبة أو هي هي التجربة. والله نحن بنسهب بخيالنا كتير، بيجي الواقع بيصدمنا بقصص أكبر وأصدم وأغرب. وبدي أرجع أقول لأنه نحكى عن العنف، نحكى عن السوداوية، مو قصة سوداوية، هدول أنماط فاقعة بالمجتمع. وبدي أرجع أقول إنه بعد أي حرب بتطفو الأنماط هاي على السطح يعني، وهذا اللي بيخلي نلاقي بالسجون ونشوف بالمستشفيات يعني في أنماط فاقعة هن نحن مسلطين الضوء عليها بتوليفة هيك، لنقول اقبلوا بعض، لنقول كلنا بنمر بساعة الغفلة اللي بتخلي قدرنا يختلف، ماشيين يمين بلاقي حالنا رايحين شمال، كلنا في داخلنا خير وشر بيتصارع مع بعضه. لسه ناطرنا مشاهد صادمه ولا هدينا الرتم شوي؟ شوفي هنا يعني انتقلوا من طور الانتقام كاخوات لطور الهدنه لطور العوده للصراع، اجباري بده يهدى شوي بعدين بيرجع بيشد الريتم. في احداث جديده وفي احداث مشوقه، في احداث غير متوقعه، وطبعا هذا كله من تحت ايدين علي ويا من الاذكياء جدا بالكتابه والموهوبين جدا جدا. هو عمل قد يبدو عنيف بس هو يدعو كثير للتسامح. جمعنا كل الناس تحت سقف الجامع، تحت سقف المغفرة اللي بيقدمها لنا الله على كل الأنواع البشر وكل دياناتهم وقومياتهم وطوائفهم وانتماءاتهم وحتى توجهاتهم السياسية والاجتماعية ومستوياتهم. فيدعو للتسامح ويدعو كتير لقبول الآخر. تعالوا نقبل بعض لأن كلنا فينا جزء من التلوث، ما في حدا نضيف بشكل كامل، كلنا ظالم ومظلوم، كلنا فينا خير وشر، كلنا بنتصارع مع حالنا ومع الآخرين ومع الحياة لنكمل. فخلينا نقبل بعض لنوقف على رجلينا.